إذن السيد أرنا ليتس، يعني سمعت إلى تعليقات الزعماء الأوروبيين ومن بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الغموض والتوجس ليس في أمريكا فقط وإنما في العالم بأسره بعد فوز ترامب بهذه الانتخابات. هل تعتقد بأن هناك قيما مشتركة أو بأن القيم المشتركة الموجودة أصلا بين الديمقراطيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ستبقى في عهد ترامب؟ هذه هي الأرضية والقاعدة التي تقوم عليها تجربتنا الجيدة في العلاقات العابرة للأطلسي. أنا أجد أن ما قالته المستشارة جيد، وقد ركزت بشكل واضح على القيم المشتركة، كما أنه لدينا قيم مشتركة في الناتو، ويعني وهو قال أنه يريد أيضا أن يغير في هذا المجال، وتحدث أيضا عن يعني تقييد حرية المعتقد. هذا الخوف الذي قائم الذي يقوم اليوم لدى الجالية المسلمة في أمريكا أمر غير مقبول، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد حرية المعتقد بالأساس. للأسف هذا الأمر يعني يتحدث به ترامب، وأعتقد أن الحكومات الأوروبية يجب أن تقول كلمتها الواضحة في هذا الشأن. لكن لعلك تابعت تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية، هو كان معادي لمؤسسات السلطة في واشنطن ويريد تغييرها تغييرا جذريا، ولربما يسعى لتغيير القوانين المتعلقة بالتعامل مع الأقليات، هدد ب يعني طرد المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، ولطالما ردد أيضا رغبته في إغلاق مساجد ويعني جمعيات خيرية إسلامية وما إلى ذلك. هل تعتقد بأن ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية وعلى أسس الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ في مرحلة الدعايات الانتخابية والحملات الانتخابية كان من المفروض أن تتم العودة إلى الدستور الأمريكي، فقد هو يعني قال بعض الجمل التي كانت معادية للمرأة وكانت تعتبر تجاوزات جنسية، أيضا تحدث عن بناء جدار مع المكسيك. يعني بطبيعة الحال لا يمكن حكم أمريكا بهذا الشكل الذي تحدث عنه ترامب، كما أنه قيل أنه سيغير يعني القضاة في المحكمة الأمريكية العليا أو بعضهم على الأقل، ولكن يجب أن نبقى في حوار وأن نبقى حذرين. تتحدث عن حوار، ولكن هناك سيناريو آخر، هل تتوقع خلافا وصداما بين الديمقراطيات في أوروبا وترامب عندما يتسلم السلطة فعليا ويبدأ نشاطه السياسي؟ العلاقات العابرة للأطلسي لن تصبح أكثر سهولة. نحن نعرف أن هناك قضايا أساسية فيها خلاف حاليا فيما يخص المناخ. لدينا حققنا في اتفاقيات باريس أهداف مشتركة جيدة، و يعني ارتفاع حرارة الكرة الأرضية أمر سيء، ولكن ترامب قال أن هذا الأمر لا يهمه، هو ليس معنيا بتغيرات المناخ. لكننا يعني نسمع عن كوارث يوميا في الإعلام بسبب هذه المسألة. من هنا علينا أن نواجه ترامب على المستوى الدولي من أجل الالتزام بالاتفاقيات. لربما سيكون هذا أحد المشاكل الصغيرة فقط في التعامل بين ضفتي الأطلسي خلال المرحلة المقبلة، لكن ألا تعتقد بأن فوز ترامب بالانتخابات سيكون دفعا معنويا قويا للأحزاب اليمينية الشعبوية هنا في أوروبا؟
الأحزاب رأت أنه من خلال تجاوز الحدود بشكل كبير أمر أصبح عادي جدا، عملية إقصاء الأقليات وإلى آخره. هذه الأمور تزداد حدة أيضا في أوروبا وفي ألمانيا. نحن نناقش في هذا الأمر في ألمانيا مثلا، نتحدث عن الحزب اليميني الشعبوي الذي طرح مسألة إطلاق النار على الحدود على اللاجئين. إذا هنا أيضا تجاوز قام به أحد الأحزاب الألمانية وهو البديل من أجل ألمانيا، بينما كان في حقيقة الواقع الحوار هو أساس التوافق مثلا في هولندا. لكن هذا الأمر أيضا تغير منذ يعني عودة فيلدرز. إذن لنستمع إلى أو لنطلع على آراء بعض زعماء اليمين الشعبوي في أوروبا بعد فوز ترامب بهذه الانتخابات. يعني ماري لوبين زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي تقول أطيب التهاني للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وللشعب الأمريكي الحر. والدها جون ماري لوبين مؤسس الجبهة قال اليوم الولايات المتحدة وغدا فرنسا. أما رئيسة حزب البديل اليمين الشعبوي الألماني فراوك بيتري فقالت فوز ترامب انتصار تاريخي ويعد إشارة إلى أن المواطنين في العالم الغربي يريدون تغييرا سياسيا واضحا. أما خيرت فيلدرس الهولندي اليميني المتطرف فقال لقد استعاد الأمريكيون أرضهم وأوروبا تشهد ربيعا قوميا. أستاذ خالد صفوري، يعني هل اليمين في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أقوى في عهد ترامب مقارنة بعهد بوش الابن؟ من الصعب في الحقيقة الجواب على هذا السؤال لأسباب عديدة. هو عادة اليمين يزداد قوة في الولايات المتحدة عندما يأتي الديمقراطيين الحكم. نحن شاهدنا صعود اليمين وهنالك شيء موجود في أمريكا، ظاهرة أمريكية ليست موجودة في أوروبا، وهي الميليشيات المسلحة. في عهد الرئيس كلينتون وعندما حصلت حادثة ديفيديان التي قتل فيها حوالي 100 شخص في ويكو تكساس، ظهرت ظاهرة ضد الحكومة الفيدرالية، وتبعها حادثة أوكلاهوما التي قتل فيها 250 شخص كانت من تنفيذ التيارات اليمينية الميليشيات اليمينية. بعدها كشفت الصحف الأمريكية على أنه هناك ما يزيد عن 3000 ميليشيا في الولايات الأمريكية، وبالتالي اليمين الأمريكي دائما يجد في حكم الديمقراطيين أسلوب لجمع الأعضاء، لأنه دائما يعيشوا تحت تهديد الحكومة الفيدرالية. دعني أنتقل أفهم العقلية الأمريكية. لو دعني أنتقل معك أشرح بسرعة بسرعة لو سمحت. دائما في ذهن الأمريكيين وخصوصا الجنوبيين الحرب الأهلية التي حصلت بين الشمال والجنوب، والجنوبيين لا يحبوا الحكومة الفيدرالية ويعتبروها عدوا لهم، ولا زالت في ذاكرتهم الحرب الأهلية التي أدت إلى سقوط 640 ألف قتيل عندما كان عدد سكان أمريكا 13 مليون، حوالي 5% من السكان قتلوا في هذه الحرب. فهذه الميليشيات تتكون وتكره الحكومة الفيدرالية، وعندما يأتي صديق لها مثل ترامب يكون مبرر وجودها أقل من وجودها عندما تكون حكومة ديمقراطية. طيب هذا واضح، لكن شراء الأسلحة ارتفع لأكبر درجة في التاريخ. دعني أنتقل معك أستاذ خالد إلى نقطة أخرى. يعني جريدة نيويورك تايمز تقول للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية انتخب الأمريكيون رئيسا وعد بأن ينقلب على سياسة دولية مارسها سابقوه من الحزبين وأن يبني جدرانا مادية ومجازية. هل هذه العزلة التي تحدث عنها ترامب قد تؤثر على حلف الناتو وعلى العلاقات الأمنية مع أوروبا؟ وباختصار لو سمحت. هنالك تيار موجود وليس جديد داخل الحزب الجمهوري، كانت فيه ظاهرة في التسعينات بدأها بات بيوكانان وتبعها راس بيرو، وجاء ران بول في الانتخابات السابقة والتي قبلها وقاد تيار شكل حوالي ثلث الحزب الجمهوري الذي يريد الإنعزالية، وشعاره جمهورية وليست إمبراطورية، لا يريد التدخل حول العالم، يقول أمريكا أولا.
ويعتبرون أن سياسة أمريكا في التدخل حول العالم أو في كل مشاكل العالم يلقي عبء مالي كبير على الدولة الأمريكية. الحكومة الفيدرالية عليها تكاليف هائلة. حرب العراق كلفت 3,000 مليار. سنعود للحديث عن هذه النقاط أستاذ خالد صفوري في الجزء الثاني من المسائية. ابقى معنا، سنعود إليك وسنتحدث عن علاقة أمريكا تحت قيادة ترامب مع العالم العربي، فابقوا معنا مشاهدينا.